21 21 نهائي كأس مصر عموم السيدات، على طول بتحاول تعدي، بتاخد فاول لكن لسه تاني فاول، وشارة اللعب السلبي مرفوعة للجناح اللي بتحاول تخش وتسجل 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 مع الكورة، وبينتهي مشاهدينا الكرام فوز ولا أروع ولا أجمل للنادي الأهلي 22 21 22 21 وينتهي مشاهدينا الكرام ماراثون نهائي كأس مصر عموم السيدات بفوز ولا أروع ولا أجمل من كده من نادي الأهلي. ألف مبروك للأهلوية، ألف مبروك للنادي الأهلي، كأس مصر للمرة الثانية على التوالي. هارد لك لنادي سبورتنج، عملت اللي عليك، عملت ست أشواط كانت فيها ند للنادي الأهلي، لكن الأهلوية بفوزهم الكبير بفوزهم الكبير بيشيلوا ويحملوا كأس مصر للمرة الثانية. ونرجع سريعا مشاهدينا الكرام، كان معكم معلقكم الرياضي مجدي حطب، والان سريعا الى الكابتن هيثم السعيد استاديو ملك الصالات مع ضيوفه الكرام سامح لبيب سلوى سليمان. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.